ازيكم في فيديو جديد من عبود جي ام واللعبة القوية جدا لعبة الجنرال. الفيديو ده بحبه جدا لاني بقول فيه معلومات هتقدر ان انت تستفيد منها. اول معلومة هتكلم عنها وهي نقاط النصر. نقاط النصر دي اللي هتخليك يا اما تفوز بالسيناريو او تخسره، ومفيش غير طريقة واحدة اللي هتقدر تحصل بيها نقاط النصر، من خلال السيطرة والاستيلاء على الاراضي. تاني معلومة وهي معرفة ترتيبك من خلال المعلومات الدبلوماسية. هتقدر ان انت تعرف ترتيبك عن طريق نقاط النصر بتاعتك اللي هتحدد بيها اذا كنت هتفوز بالسيناريو او لا. تالت معلومة وهي المساعدة. من خلال الملف الشخصي بتاعك هتقدر تدوس على كلمة المزيد، بعد كده كلمة المساعدة هينقلك على الموقع الرسمي بتاع لعبة الجنرال، وهتقدر ان انت تحصل على معلومات، اي معلومة انت عايز تعرفها في لعبة الجنرال. وفي بعض المقالات اللي هتلاقي فيها الفيديوهات بتاعتي شارح عن الموضوع اللي انت عايزه بالتفصيل. المساعدة مهمة جدا ولازم تتابعها باستمرار عشان بينزل فيها كل المعلومات اللي انت هتحتاجها. المعلومة الرابعة وهي السوق. السوق ده مكان ان انت بتقدر تبدل فيه الموارد وتشتري منه موارد بمقابل نقود او ذهب. اما المعلومة الخامسة والاخيرة وهي كشف قوات الاعداء، والعملية دي بتتم عن طريق التجسس. تقدر ان انت تكشف قوات الاعداء سواء في المدينة او في الدولة كلها. العملية دي بتحتاج ذهب عشان تتم، لكن بتكشف لك الكثير من التفاصيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم فيديو جديد من لعبة الجنرال. سلام. هل تستحق لقب القائد؟ حمل الجنرال مجانا، تحالف وتحدى لاعبين من حول العالم.